طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من الموقع بوست، مقتل مصور قناة بلقيس في تعز يذكر اليمنيين بجرائم الحوثيين ضد الصحافة. صحيفة عربية تعنون ضعف مستوى خريجي كليات الطب يهدد حياة المرضى. وفي تقرير لصحيفة الشرق الأوسط، أسواق صنعاء ليست للفقراء وأبرز زبائنها أعضاء الجماعة. ومن الديلي تلغراف، فرنسا تجري ثاني عملية زراعة وجه لمواطن في الأربعينيات من عمره. أهلا بكم. أثارت حادثة استشهاد الإعلامي محمد القدسي مصور قناة بلقيس في تعز تساؤلات كثيرة في المواقع الأخبارية والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي وعنوان موقع الموقع بوست. مقتل مصور قناة بلقيس في تعز يذكر اليمنيين بجرائم الحوثيين بحق الصحافة في اليمن. وينقل موقع بوست تصريحات المدير العام لقناة بلقيس أحمد الزرقة، والذي قال إن استشهاد مصور قناة بلقيس محمد القدسي في قصف لميليشيا الحوثي على منطقة الخيامي في ريف تعز خبر حزين وقاتل تلقيناه من تعز. وأضاف: في ظل الحرب تدفع الصحافة الثمن الأغلى دوما، هذا الثمن يصل حد الموت بنيران القتلة وأعداء الصحافة. وتابع الزرقاء قائلا: اليوم تجددت الأحزان في قلب الصحافة وسكت قلب جديد عقب استشهاد الزميل المصور الصحفي محمد القدسي جراء إصابته بأكثر من 5 شظايا قاتلة استقرت في رأسه وصدره. وقال: نودع زميلا وأحد شهود الحقيقة، نودع معه جزءا من أنفسنا وأرواحنا، لم يسعفنا الزمان ولا المكان لأن نودعه بشكل يليق بجلال الكلمة وقيمة الموقف الذي مثله وجوده في القناة. رحمك الله. موقع الصحوة نت تابع المأساة التي تعرض لها الإعلامي اليمني بشكل عام وقناة بلقيس بشكل خاص، وذلك باستشهاد المصور محمد القدسي. وعنوان الموقع: قناة بلقيس تنعى مصورها محمد القدسي وتناشد المنظمات الدولية بالتدخل لحماية الصحفيين. وقال مراسل قناة بلقيس إن القدسي أصيب بشظايا في رأسه وصدره وتم نقله لمستشفى خليفة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة هناك. ويضيف الموقع: كان محمد القدسي يعمل مصورا لقناة بلقيس في ريف محافظة تعز منذ أكثر من 1.5 عام برفقة الزميل فواز الحمادي. وقال الموقع مستندا إلى قناة بلقيس: المصور القدسي كان مثالا للتفاني والإخلاص ومحل إعجاب وإشادة كافة العاملين معه، حيث كان من أكثر الصحفيين حرصا على نقل انتهاكات الميليشيا. سنعيد اللقطة، قف جيدا، بصوت أعلى كثيرا ما دارت هذه الحوارات اليومية بين مراسل قناة بلقيس في ريف تعز فواز الحمادي والمصور محمد القدسي الذي استشهد أمس. وقد كتب فواز مقالا عبر فيه عن حجم الفراغ الذي تركه المصور محمد القدسي وينشره موقع قناة بلقيس. ما الذي أقوله يا محمد؟ صدقني حتى الكلمات تخونني للتعبير عن حجم المصيبة التي حلت علي وعلى أهلك ومحبيك. كنت نعم الأخ، نعم الصديق، نعم الزميل. صدقني أنني فقدت كل قوتي بفقدانك، لم أعد ذاك الذي كنت بوجودك جانبي. هل تعرف إن فواز الذي كنت تقول إنه لا يبكي انهار وبكى على الهواء مباشرة وهو ينقل خبر استشهادك؟ بكى كطفل معترفا بضعفه أمام الكارثة التي حلت برحيلك. كنت عيني التي أنقل بها صوت المواطن البسيط، كنت لساني التي أتحدث بها عن معاناة تعز وأبنائها. اعذرني يا محمد، لا أستطيع أن أوفيك حقك ولا أستطيع أن أعبر عما أشعر به الآن. عزائي أن آخر كلماتك في الحياة كانت معي حين قلت لك يجب أن نغادر المكان، فالميليشيا كعادتها تعاود القصف لاستهداف المسعفين، لكن صاروخ الميليشيا اللعين لم يمهلنا لأخذك ونغادر المكان. هزمني القدر وأخذك مني، ليتني هزمته وأخذتك أو أخذتني معك، ولا كل هذا الألم الذي يقتلني
ويحرق قلبي عليك يا أغلى وأوفى الأصدقاء. نم قرير العين يا عيني، وعهدا أننا سنمضي على دربك ونواصل الكفاح من أجل الهدف الذي قدمت روحك الزكية من أجله. الكل يعلم أنك لم تحمل سلاحا يوما، لكنك كنت تحمل ما هو أقوى من المدفع والدبابة، وهي كامرتك التي تحطمت ورفضت أن تبقى بعد أن فقدتك. آه يا وجعي عليك يا محمد، اعذرني يا أخي، لم أوفك حقك، فالكلمات تخونني ولا أستطيع الكتابة أكثر. قال مصدر حكومي إن لقاء نائب الرئيس علي محسن الأحمر يوم الاثنين مع القيادات السياسية في الرياض لبحث تشكيل ائتلاف سياسي واسع كان من المقرر أن يعقده الرئيس عبد الرب منصور هادي. وذكر في حديث للمصدر أونلاين إن اللقاء كان مدرجا ضمن جدول أعمال الرئيس هادي من وقت سابق، وأضاف أن الرئيس امتنع عن ممارسة أي نشاط احتجاجا على عدم الإمارات على دعم الإمارات العضو في الاتحاد العربي المجلس الانتقالي الجنوب الذي هدد بإسقاط حكومة بن دغر خلال أسبوع. وقال الموقع على غير العادة فإن وكالة سبا الحكومية لم تعلن أي نشاط للرئيس يوم الاثنين. كما أشار المصدر إلى أن اللقاء كان سيبحث مع الرئيس إعلان تحالف يضم أبرز القوى السياسية الفاعلة في اليمن والمعرقل منذ حوالي عام كامل، حيث ينتظر موافقة الرئيس هادي. وأضاف القوى السياسية انتهت من وضع برنامج التحالف الذي يفترض أن يكون إطارا موحدا لدعم الشرعية، وفي حال حصول الأطراف السياسية على موافقة الرئيس سيتم إقامة فعالية لإعلانه من العاصمة المؤقتة عدن. ذكرت وسائل إعلام عالمية نقلا عن مصادر في الأمم المتحدة أن المبعوث الدولي الجديد لليمن خلفا لولد الشيخ سيكون البريطاني مارتن جريفينس. وقال موقع المشاهد نت أن جريفينس يعد وسيطا دوليا كبيرا وخبيرا عالميا في فض النزاعات، وله نشاطات كثيرة في المجال الدبلوماسي والإنساني. وأضاف الموقع في عام 1994 أصبح مارتن جريفينس مدير إدارة الشؤون الإنسانية في جنيف، وعمل نائبا لمنسق الإغاثة في حالة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، كما شغل منصب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأمم المتحدة في منطقة البحيرات الكبرى والمنسق الإقليمي للأمم المتحدة في البلقان بدرجة أمين عام مساعد للأمم المتحدة، كما كان أول مدير تنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام من عام 1999 إلى عام 2010، ويعد المدير المؤسس لمركز الحوار الإنساني في جنيف، حيث تخصص في تطوير الحوار السياسي بين الحكومات والمتمردين في مجموعة من البلدان في آسيا وأفريقيا وأوروبا. لا جدوى للموت يا قدسي ولا للهروب منه، هكذا عنون آدم الحسامي مقاله عن شهيد الكلمة والصورة محمد القدسي، ويضيف الحسامي في مقال نشره موقع بلقيس. منتصف الليل تتوقف أمام منزل صاحبك، لابد أن يتركك لتستنفد كل حيل الانشغال التي تتخذها منذ الصباح. ها أنت وحدك والطريق شبه المظلم إلى مسكنك، وحدك دون أي حيلة للتهرب أمام هاوية الحقيقة، حقيقة أن محمد غالب القدسي مات. هكذا وبكل خفة تتبجح الحرب ويغتال مساعروها شابا نحيفا يكاد يجزم كل من عرفه أن لديه الطاقة الكافية للعمل أكثر من 1000 عام دون يأس كالذي تسرب إلى قلب النبي نوح ودون أي تعب، إذ تتذكر جيدا استيقاظك صباحا مع وصوله مشيا على الأقدام من المطار القديم إلى شارع التحرير وسط تعز، المدينة التي تعرفه جيدا والتي دافع عن قضيتها بكل عناد. تلك حكاية وحكايات أخرى تتخللها نقاشات غرفة مجمع التحرير. كنت بعدها أقول له صاخرا: ليت للمشروع الوطني الذي نحلم به تنظيما جديدا لجيلنا الثائر، ثم حزبا تكون في طليعته كي لا تتبدد طاقتك الصلبة في الجدل. ثم أتت الحرب وبددت كل شيء. نعم، فقدت الكثير من الأحبة في هذه الحرب، وقبلها قلت إنهم سافروا وسيرجعون أو أنت ستلحق بهم. لكن مع أمثال محمد القدسي وهم نادرون، لا يجدي التهرب لأن فكرته كامنة فيه، في أدائه لا في كلمات يلوكها. كان أقلنا تنظيرا وأكثرنا إعلانا،
بطرق عملية عن جهوزيته وكفاءته للاشتغال على المشروع الوطني دون انتظار تبلوره كما نتحجج متخاذلين. ميدانيا، أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا جديدا بعد تحرير عدد من المناطق في مديريتي موزع والمخا غربية تعز. وقال مصدر ميداني لسبتمبر نت أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما واسعا على ما تبقى من مواقع الميليشيا في موزع من عدة محاور عقبه معارك ضارية. وتمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي من استعادة السيطرة على مناطق النجيبة والمشقر والشاذلية والعقمة والكديحة وجوفين. وتكون قوات الجيش الوطني بهذا التقدم طبقا للمصدر استطاعت تأمين خط المخا الخوخة وطريق حيس شرقا والتابعة لمحافظة الحديدة. وأكد المصدر أن العمليات العسكرية مستمرة حتى تحرير مديرية موزع، والتي ستكون منطلقا لتحرير مديرية حيس وتأمين كل من خط حيس النجيبة وخط المخا والخوخة بشكل كامل. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة. ابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء. تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. عن تدني مخرجات التعليم الأساسي وصولا إلى الجامعي، عنوان الصحيفة العربي الجديد: جامعات اليمن الخاصة ضعف مستوى خريجي كليات الطب يهدد حياة المرضى. أقلت الصحيفة إن بيانات المجلس الطبي التابع لرئاسة الوزراء يعنى بالتحقيق والمساءلة في قضايا الأخطاء الطبية، وتكشف عن ضعف مستوى الخريجين من كليات الطب الخاصة، إذ تشير تلك البيانات إلى أن 60% من بين 500 طبيب تخرجوا في كليات الطب في الجامعات الخاصة نجحوا في امتحانات الحصول على شهادات مزاولة المهنة للعام 2015-2016. ويجمع عدد من مصادر هذا التحقيق، ومنهم الأمين العام للمجلس الطبي الدكتور عبد الرحمن الحمادي والدكتورة رفيقة القباطي مديرة إدارة الكادر الطبي في وزارة الصحة العامة والسكان، على أن مستوى الخريجين الضعيف يتسبب بأخطاء طبية عند ممارسة المهنة، وهو ما رصده مدير عام شؤون الموظفين في هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي الحكومي في صنعاء فؤاد خصروف، قائلا للعرب الجديد: الأخطاء الطبية ترجع إلى التشخيص الخاطئ. ويعمل بمستشفى الجمهوري ومستشفى الثورة الأكبر في اليمن 69 طبيبا من خريجي الجامعات الخاصة. ويضيف التحقيق الاستقصائي الذي نشرته العرب الجديد: رافق ضعف المستوى الناتج عن سياسة القبول واعتماد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة على الملازم المختصرة لتدريس الطلبة من دون العودة إلى المراجع العلمية ذات الصلة. صحيفة الشرق الأوسط تعنون بالشأن اليمني وتتحدث عن ما أسمته الوجه الحوثي لصنعاء: أسواق ليست للفقراء وأبرز الزبائن أعضاء الجماعة. وقالت الصحيفة: هي صنعاء التي تعرفها إذا استثنيت ذلك التشوه البصري الذي علق بأسوارها جراء تفشي لعنة الموت الخمينية. الأسواق بضوضائها، تعرجات الشوارع مسخنة بالفقد وفضول المارة، وهم يحدقون في واجهات المباني وكأنهم يعيدونها بالخلاص القريب من وعثاء الميليشيات. أينما وجهت نفسك في شوارع صنعاء هناك طوابير من المتسولين على غير العادة، رجال ونساء وصغار تتوقف في تقاطعات المدينة على وقع إشارة متوسلة من رجل مرور يجاهد للسيطرة على لهفة العربات المستعجلة. ويتذكر كاتب التقرير: في تقاطع شارع القيادة باع متجولون يعرضون عليك أقراصا مدمجة
لأهازيج الميليشيات الحوثية، تفتقد تنافس باعة الصحف المتنوعة بتوجهاتها في هذا المكان قبل سنوات، وتتابع الصحيفة كل ملامح الحياة في صنعاء قابلة للاستنطاق. مسلحون يجوبون الشوارع، أسواق مكتظة بالسلع، وفقر يعصر البطون تكاد تسمعه من خلفي الجدران الإسمنتية. وتختتم الصحيفة تقريرها: بين هذا وذاك لا يزال الكثير من المواطنين يواجهون مصيرهم منفردين في واقع تقول خلاصته إن صنعاء التاريخ والحضارة أصبحت تغرق أكثر في أزماتها إظلاما على الإطلاق. العمارة في زمن الدمار العربي، تحت هذا العنوان كتب إلياس خوري مقاله المشهور في القدس العربي، مضيفا في أجزاء من المقال: لأني أحسست بالمفارقة التي يعيشها المشرق العربي اليوم في هذا الدمار الشامل الذي يجتاحه، المفارقة بين العمار والدمار تدفعنا إلى التأمل في حاضرنا الذي يستبيح المستبدون حرماته كلها، جاعلين من شعوب المشرق العربي لاجئين في صقيع التشرد. لعل الإنجاز الأكبر للمستبدين هو أنهم برهنوا على أن خيال الدكتاتور والأصولي يذهب إلى أبعد مما يستطيعه أي خيال آخر، لأنه قادم من أدغال التوحش والعطش إلى الدماء. وبرغم ذلك، برغم هندسة السجون، المقابر والمدن، السجون والحواضر التي صارت أطلالا، لا نستطيع ونحن نرى الخرائب التي تحاصرنا سوى أن نواصل الحلم ببناء مدن جديدة تقوم على أنقاذ هذه المقبرة الشاسعة التي صار إليها المشرق العربي. غير أن التجربة اللبنانية المريرة مع الدمار وإعادة الإعمار ومع التعمير الذي يتخذ شكلا تدميريا عبر استباحة الشواطئ والأملاك العامة وإغراق البلاد بنفايات طبقة حاكمة ملوثة بالفساد والطائفية، هذه التجربة يجب أن تكون قد علمتنا أن الاستسلام للفاسدين وغيلان رأس المال وشبيحة الطوائف يحول الإعمار مهما كانت ألوان طلائه إلى أحد أكثر أشكال الدمار وحشية. مفارقة الكلام عن العمارة والأدب في زمن التدمير المتمادي تجعلنا أكثر تمسكا بجوهر مهمتنا القائمة على بناء الحاضر، من أجل أن يكون صوتا لمن أجبر على الصمت وبيتا لمن دمر بيته. إضراب عام لحراس السجون في فرنسا، هكذا تعنون صحيفة البيان، مفيدة أن حراس السجون في فرنسا بدأوا إضرابا في عموم البلاد في مواجهة مع حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب عدد العاملين والعنف الذي يقولون إنه يخرج عن السيطرة في سجون البلاد المكتظة. ويشكل الإضراب الذي بدأ باحتجاجات قبل الفجر تصعيدا في مستوى الاعتراضات بعد أن رفضت نقابات مطلع الأسبوع مقترحا من الحكومة بتوظيف 100 حارس إضافي هذا العام و1000 آخرين قبل نهاية ولاية ماكرون عام 2022. وتضيف الصحيفة: تتزايد الضغوط على ماكرون لحل الأزمة مع حراس وموظفي السجون بعد وقوع عدة هجمات من سجناء عليهم في سجون مختلفة في الأسبوع الماضي. واقترحت الحكومة أيضا في مطلع الأسبوع فصل أعنف سجناء في فرنسا عن الباقين، وعددهم 70,000 سجين، وهو من بين الأكبر في أوروبا. نشرت صحيفة تلغراف البريطانية خبرا مفاده إجراء عملية زراعة وجه لفرنسي في الأربعينيات من عمره، حيث أصبح الفرنسي الأربعيني يملك وجهين في سابقة هي الأولى من نوعها. تقول الصحيفة إن وكالة الطب الحيوي الفرنسية أصدرت بيانا تحدثت فيه عن العملية كظاهرة غير مسبوقة، حيث بات بالإمكان إعادة زرع وجه. وأضافت الوكالة بأنه يجب الانتظار لبضعة أسابيع للحكم على نجاح العملية أو فشلها. ويذكر بأن العملية تم إجراؤها في يوم واحد ولم تواجه الأطباء أي مشاكل تذكر. وتتابع الصحيفة: يذكر بأن أول عملية لزراعة وجه كانت في فرنسا منذ 12 عاما، عندما قام الأطباء بزراعة وجه على الآخر، لكن المريض الذي قام بعملية الزراعة توفي بعد شهرين لعدم تقبل جسمه لهذه العملية. ثعلب في حرم مقر الحكومة البريطانية ومسلحات يدعمن الحوثيين، هكذا عنونت شبكة البي بي سي جولتها المصورة لبعض أفضل الصور الإخبارية التي التقطت حول العالم خلال الأسبوع الماضي. نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.